حساب إذاعة الشرق على تويتر نشر فيديو عن شروط الأضحية، اللي منها أن تكون ملك للمضحي طبعا، وأنها تكون بلغت السن المحدد شرعا. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. شروط الأضحية: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، يشترط السن في الأضحية، أن تكون خالية من العيوب، أن تكون ملكا للمضحي، أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا.